إيه هو تعريف قانون المرافعات؟ قانون المرافعات هو القانون الذي ينظم إجراءات اللجوء إلى المحاكم لطلب الحماية القانونية، وذلك عند المنازعة في الحق أو الاعتداء عليه، وده بيكون في المسائل المدنية والتجارية فقط. وليه بس في المسائل المدنية والتجارية؟ لأن في قانون تاني بيحكم الإجراءات الخاصة بالترافع أمام المحاكم الجنائية، واسمه قانون الإجراءات الجنائية Le Code de Procédure Pénale، وده اللي هندرسه في سنة رابعة إن شاء الله. طب هو إيه أهمية قانون المرافعات ده من الأساس؟ قانون المرافعات ليه أهمية اجتماعية وتتمثل في ضمان الأمن الاجتماعي، وإن الواحد يبقى حاسس بالحماية والأمان، مش كل واحد يجي يفتري على خصمه بالكذب تؤخذ دعواه بعين الحقيقة. لازم يكون في إجراءات معينة من شأنها التثبت من صحة ادعاء المدعي على المدعى عليه، وفي نفس الوقت قانون المرافعات بينظم كيفية قبول الطلبات بتاعة الخصوم، ومين هيتكلم الأول، وكيفية النظر في الادعاء والرد علشان ما يبقاش في ظلم لحد. وقانون المرافعات ليه أهمية اقتصادية، لأن لو إجراءات التقاضي اتحددت بدقة فده هيوفر من وقت المحاكم في نظر الخصومة، الأمر الذي سوف يترتب عليه بالطبع التوفير في النفقات. وكمان لما الدعوة يتم نظرها بسرعة فده اللي بنسميه العدالة الناجزة، كل واحد ياخد حقه بسرعة ويشوف حاله بقى، فيقوم الاقتصاد يزدهر. في كمان أهمية قانونية لقانون المرافعات، لأن القوانين المكتوبة بتبين الأحكام الخاصة بالمسائل المختلفة، ولا تحمل ضمن المواد بتاعتها كيفية رفع الدعوى وتقديم الطلبات وأنواع المحاكم والتفاصيل دي، لذا لازم أوضع قانون خاص يبين تلك المسائل، لأنه بغير هذا القانون الخاص لن يكون هناك مجال لتطبيق القانون بشكل فعلي، وسيظل القانون خامت حبر على ورق يستحيل تطبيقه. طب ايه بقى هي انواع المحاكم؟ المحاكم يا سيدي بتنقسم بشكل عام الى محاكم عادية واخرى متخصصة. المحاكم العادية بتشمل المحكمة الجزئية، ودي اصغر محكمة والخصوم المفروض يلجأوا اليها في المقام الاول، وبيكون موجود واحدة منها تقريبا مع كل قسم شرطة، وبيكون فيها قاضي واحد. لو انت بقى مش عاجبك حكم المحكمة الجزئية وحاسس انك اتظلمت، ممكن تلجأ للمحكمة الابتدائية، ودي في منها واحدة في كل محافظة وتتكون من 3 مستشارين، وممكن تنعقد كمان في غير مكانها بناء على قرار من وزير العدل. مش عاجبك كمان حكم المحكمة الابتدائية، روح بقى لمحكمة الاستئناف، ودي بتبقى موجودة في محافظات بعينها في القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف واسيوط وقنا، وتتكون هذه المحكمة من 3 مستشارين، ويجوز لها أيضا أن تنعقد في غير مكانها بناء على قرار وزير العدل. لو أنت مش مقتنع بقى بجميع الأحكام السابقة، آخر حل بالنسبة لك إنك تلجأ لمحكمة النقض، واللي بتتكون من 5 مستشارين، وبيكون ليها رئيس وعدد كافي من النواب، ومكانها القاهرة فقط. غير المحاكم العادية يوجد عدد من المحاكم الاستثنائية زي محكمة الأسرة، فينص القانون أن كل محكمة جزئية يجب أن يكون معها محكمة أسرة، وكل محكمة استئنافية لازم يكون معاها محكمة أسرة بتمثل درجة تانية من درجات التقاضي، وده في حال إن أنت مش مقتنع بحكم محكمة أول درجة. في كمان المحاكم الاقتصادية، ودي اللي بتنظر في المسائل التجارية، ودي بتكون برضو زي محاكم الأسرة ملحقة عادة بالمحاكم الابتدائية كحكم أول درجة، والمحاكم الاستئنافية كدرجة ثانية من التقاضي. وأخيرا يوجد المحاكم العمالية والخاصة بنظر الدعاوى التي يكون موضوعها شكاوى العمال والموظفين، وبتكون في محكمة عمالية في كل مكان يوجد به محكمة ابتدائية. شكرا لمتابعة الفيديو حتى نهايته. لو ليكوا أي ملاحظات ممكن تحسن المحتوى أو طريقة العرض، ما تترددوش إنكم تقولولي، ولو في مواضيع عايزين نشرحها قولولي في الكومنت. سلام وأشوفكم على خير.